إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يتم علاج الورم المعرض المعرض للإصابة بفتاة لم تتجاوز عمر البلوغ في المبيض. كيف يتم علاج هذا الورم؟ أولا عن طريق عملية جراحية لاستئصال الورم الذي لا يكون إلا على أحد المبيضين، ممكن يكون مبيضين ويمكن يكون مبيض واحد. ففي هذه اللحظة يكون هاجس الطبيب الوحيد هو معالجة المنطقة واستئصال المبيض الذي يوجد عليه سرطان المبيض، وفحص أيضا المبيض السليم والتأكد من خلوه من أي آثار ورم لضمان قدرة الطفل على الحمل مستقبلا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.